اوكي تمام. طلع اليوم خلينا ناخذ الضبط اللي هو هذا السيتنجز. هذا لاحظ السيتنج من قائمه ستارت تروح وين؟ لاحظ هنا موجود عندك سيتنجز اعدادات. هذه الاعدادات راح تقدر كل الاعدادات الخاصه بالحاسوب هنا موجوده، مثلا سيستم، ابس، سيرش، ديفايسز الى اخره. فاليوم راح ناخذ طبعا من هسه اذا توصل 100 من قائمه ستارت او تبحث، يعني تسوي بحث تسوي سيتنجز، يعني بس تكتب كلمه سيتنجز اوكي فراح يظهر عندك وتفتحها راح يكون عندك هذه هي السيتنجز. او تروح الى شريط المهام تنقر جوا بجهه اليمين شريط المهام راح تلقى هنا شيء اسمه اول سيتنجز جميع الاعدادات. هذه فتقدر توصل لها منها. فاليوم اللي راح ناخذ ضبط النظام اللي هو هذا السيستم، لاحظ هنا راح يكون عندك على جميع جهه اليمين. شنو تريد تسوي له ضبط؟ تريد تسوي للشاشه تختار اللي هي الديسبلاي، فتلاحظ تظهر عندك مجموعه اعدادات خاصه بالشاشه. تريد تسوي ضبط للصوت تنتقل للساوند هنا، ايضا راح تظهر عندك الى جهه اليمين مجموعه السيتنجز. Notification on actions كمل راح تظهر عندك قائمه وهكذا. فنرجع للديسبلاي، لاحظ هذه تقدر هنا تغير الاضاءه على سبيل المثال، قلل او زيد الاضاءه. تريد السكيل على اللاي اوت اذا تتذكرها همين اخذناها بالمحاضره اللي فاتت. نقدر طبعا من سطح المكتب وننتقل تذكرون وقلنا نضغط ب رايت كليك ونضغط على الديسبلاي سيتنج فراح تظهر نفس الاعدادات هذه اللي هي هذه الاعدادات الخاصه بالشاشه. فنقدر نغير فرضا السكيل لاي اوت اذا تذكروه احنا اخذناه بالمحاضره السابقه، فنقدر نسويه على سبيل المثال 175% 225% والى اخره. هذا فيما يخص الاعدادات الشاشه. الصوت ساوند هذه هم يعني مجموعه اعدادات. Notification on actions ايضا لاحظ هنا عندك هذه تلاحظ هذه اذا تفعلها حاليا غير مفعله مكتوب عليها اوف، فاذا تفعلها راح تضغط هنا على اوف راح يصير عندك اون وراح تظهر عندك مجموعه البرامج اللي هو طبعا هذه الاشعارات هي هذا النوتيفيكيشن معناته الاشعارات وهذا حتى موجوده بالتليفون. يعني هسه اذا هذول مفعلين لاحظ انا على سبيل المثال واتساب هسه الان اون نقدر نسوي اوف، اذا اون يعني اذا واحد يدز لك رساله هسه على الواتساب او يدز لك رساله على الواتساب راح وين تظهر؟ راح تظهر هنا بشريط المهام او تظهر انه اجت رساله على الواتساب. وكذلك هذه كل البرامج على الماسنجر، على الجوجل، على السكايب، على اي واحد من هذول. عاده انا اطفيهم النوتيفيكيشن، انت تبقى انك تفعل النوتيفيكيشن اشعارات او لا. هذا السليب باور اند سليب هذه تتحكم بمن؟ لاحظ هنا السكرين وعندك سليب. السكرين الشاشه احس حتى شاشه الموبايل لما ما انت تترك الموبايل فرضا دقيقه او دقيقتين راح شنو يصير في الشاشه تنطفي. هذه همين هنا بس عندي حالتين، اذا فقط على الباتري ايش قد تريد ورا ايش قد الشاشه تطفي. اذا لا مربوطه عليه من الشحن ايش قد ورا ايش قد تريد تطفي وهكذا. اما السليب همين نفس الحاله، اذا فقط على الباتري او شنو حاليا الحاسب على الشحن، هذه انت تختار من هاي الباور عن السليب. هذه الباتري اللي هو شنو تنطيك؟ تنطيك فرضا ايش قد مقدار الشحن الباتري، البرامج اللي ايش قد تستهلك، لاحظ انا عندك هذا الجولدن كروم حوالي 30%، الفري كونفرنس كول 18%، الزوم ميتنجز 11% وهكذا. وينطيك انه الباتري ب 50%. فهذه بي شنو البرامج اللي ايش قد تاخذ من الباتري واللي هو حاليا ايش قد بيشحن. اما هذه الستورج لاحظ هذه فتنطيك يعني ايش قد لاحظ هذا الابس اند فيتشرز يعني ايش قد هذه البرامج ماخذه حجم ذاكره، فرضا الديسك توب ايش قد ماخذ من حجم الذاكره وهكذا، فتنطيك شنو ملخص بحجم الذاكره المستهلك او حجم الهارد ديسك طبعا. هذه همين طبعا موجوده عندك بالسمارت فون، همين بالتليفونات مالتكم السمارت هي همين موجود فيها هذه التفاصيل. هذا التابلت، هذا تقدر تحول الحاسبه من حاسبه الى تابلت، هذا مو كل الحاسبات بيها، فقط الحاسبات اللي من الممكن انه شنو تنزع الكيبورد مالتهم. هذه المالتي تاسكينج، هذا شنو المالتي تاسكينج؟ لاحظ هنا عندي
اذا انت فرضا على سبيل المثال فاتح اكثر من نافذه، يعني خلينا نفتح بعد نافذه، خلينا نفتح نافذتين او ثلاثه، لاحظ شلون اقدر اقسم النوافذ. يعني شو اسوي؟ ازم هذه النافذه من هنا واسحبها الى جهه اليمين، فراح يعطيني اختيارات، يقول لي يا نافذه بعد تختارها حتى تكون عندك تكون على جهه اليسار، فراح اختار هذا السيتنج. لاحظ فصارت عندي نافذتين، هذه النافذه الاولى اقدر اتنقل اليها، هذه لاحظها، وهذه النافذة الثانية اللي هي هذه نافذة الإعدادات هم يقدر أتنقل. فهذه أنت يعني شنو، أنت تتحكم بالشاشة بالبرامج المفتوحة واللي يصير قدامك. طبعا أقدر أسوي لهم أربعة، أزم هذه هيجي وأسحبها للكورنر للزاوية هنا بالأسفل، فشنو راح يعطيني؟ لاحظ شكلها يتغير، أتركها، فشنو راح يصير عندي؟ هذا المجال موجود عند الفراغ، أسحب هذه، بعد شنو أسوي؟ أسحب هذه لهي الجهة، فراح شنو يصير عندي؟ لاحظ هنا، وخلي نخلي على سبيل المثال السيتنج سيجي، فصار عندي هذول الثلاثه. اقدر اسويهم اربعه، بس اسحب السيتنج وين؟ اسحب السيتنج هنا للزاويه، وراح يبقى عندي هذا الفراغ، هذا الفراغ نقدر نخلي فيه هذه. فجيت راح يصير لاحظ هنا عندك صار اربعه، فهذه انت تتحكم بها. هذه اللي هي شنو؟ من خلال شنو؟ من خلال شيء اسمه المالتي تاسكينج. هذا المالتي تاسكينج يعني اذا تلغي التفعيل مالته، يعني بعد ما تقدر تتحكم بالحاسب بهذه الخاصيه. يعني عندك اكثر من برنامج يكون عندك مفتوح. وطبعا اكثر من برنامج مفتوح بس يعني يظهرون قدامك بالشاشه بنفس الوقت. هذا البروجيكتنج تو ذيس بي سي اذا تريد تربط الشاشه مالتك على شاشه كبيره، او على سبيل المثال اذا تريد تربطها بالداتا شو. هذا اللي هو العارض البيانات هذه من خلال هذا. هذه اهم الاعدادات اللي وين موجوده؟ عندي بالسيتنجز اللي هي وينها؟ اللي هو بالسيستم. يعني هذا السيستم المفروض تعرف بعد الاعدادات اللي يعني اعدادات الشاشه، اعدادات الصوت، اعدادات الاشعارات. طبعا هذا الفوكس اسيستنت هم تقدر تتحكم به اذا تريد فرضا لحظه انا تشوز ويتش نوتيفيكيشن يو لايك تو سي اون هير يو كان ستاي فوكس. يعني هنا هذا تنطيك البرامج اللي انت طبعا شنو تريدها، هي تنطيك اشعارات خصوصا تحدد لها وقت during these times من يا ساعة ليا ساعة تحدد لها وقت وتشوف هذه الاشعارات. هذا الباور اند سليب انه شلون تتحكم بوقت الشاشة حتى تنطفي، والباتري والستورج. الباتري اللي هو من خلال نقدر نشوف كمية انه ايش قد الطاقة المصروفة على كل برنامج مثل هذا جوجل كروم والى اخره. فهذه كلها اعدادات خاصة بشنو؟ هذه الاعدادات الخاصه بالسيستم. اما الاعدادات لاحظ هذه الخاصه بالابس، هذه كل شيء يخص التطبيقات، طبعا هذه مهمه. لاحظ هنا هذه تعطيك كل التطبيقات اللي موجوده على الحاسبه اللي هم هذول. لاحظ هاي التطبيقات اللي موجوده؟ خلي فرضا احنا طبعا تتذكرون احنا شنو قلنا؟ قلنا اذا عندنا ملف اللي هو خلينا نفرض هذا الملف، اذا اريد احذفه نضغط عليه رايت كليك اوكي ونذهب الى كلمه ديليت فراح ينحذف. وين راح؟ راح من ريسايكل بن هذا. طبعا هنا اذا تريد تحذف برنامج على سبيل المثال مثل برنامج التليجرام او واتساب او اوتلوك، هذا ما ينحذف هيك، ما ينحذف بالرايت كليك. وين شلون ينحذف؟ ينحذف تروح لهذه التطبيقات. فرضا انا ابحث عن شنو؟ ابحث اريد احذف التليجرام، لاحظ؟ فبالسيرش نبحث عن التليجرام ونضغط شنو؟ ان انستول. فاشرح شنو يسوي؟ يحيل لك هذا البرنامج نهائيا من الحاسب. فكل برنامج تريد تحذفه بمجرد انه تضغط عليه وتضغط على كلمه ان انستول يعني حذف، او راح يشيل هنا عدم التثبيت راح يشيل لك اياه من الحاسب نهائيا. هذه طريقه حذف البرامج، يعني مو تروح تحذفهم برايت كليك وديليت، لا هذه الطريقه تحذفهم. ايضا عندنا في شيء اسمه الديفولت ابس، هذه التطبيقات اللي تكون ديفولت. يعني شنو احنا مثلا؟ يعني لاحظ هسه هذا الويب براوزر المتصفح، هذا المتصفح لاحظ وياي اللي هو من خلاله شنو اسوي فرضا؟ اقدر اتصفح بالانترنت. زين هذا المتصفح لاحظ هسه الويب الديفولت مالتي هو جوجل كروم، طبعا تقدر تضغط عليه وتغيره. انا عندي اكثر من متصفح مثل انترنت اكسبلورر مثل مايكروسوفت ايج. طبعا اي واحد من عندهم انت تختاره باللي يعجبك، فتخليه هو اللي يصير ديفولت، يعني من تفتح انترنت مباشره راح يفتح بالمايكروسوفت ايج او بالجوجل كروم. كذلك المشغلات مثل فيديو بلاير، هذا اذا تضغط عليه هم راح ينطيك مجموعه مشغلات.
يا الديفولت حاليا الديفولت عندك هذا اللي هو موفيز اند تي في. طبعا تقدر تختار غير هذا، فتختار واحد انه مباشره اي فيديو تشغله راح يشتغل بهذا اللي انت مختاره، فلذلك هذا يسمى الديفولت ابس. ديفولت ابس حوراء تقول الصوت ناصي ماشي. طبعا هي خلصت المحاضره حوراء، اللي من البدايه قال لي بعد ما اعرف انا ليش الصوت ناصي، بس هو ما اعرف. المهم مسجل المحاضره حصعت لكم على اليوتيوب حوراء. خلي اخذ الشغله الاخيره. نعم تدلين الرسم. هذه الشغله الاخيره اللي هو شنو الستارت اب. الستارت اب هذه البرامج اللي هي لاحظ هذا اللي مفعله مساير اون او اوف هذه. عفوا حوراء ان شاء الله انزل لكم، واي مشكله بها قولوا لي اذا فيها مشكله. فهذه لاحظ هذا الاون او اوف يعني الحاسبه مالتك اول ما تشغلها اكو بها برامج مباشره تشتغل بدون ما انت تفتحها. فهذه بس تسويها اون من هنا يا برنامج يعجبك يشتغل فرضا هذا البرنامج. بس تسوي اون حتى اذا اطفي الحاسب واشغله مباشره راح يشتغل. هاي تبقى يمك يعني. فعندي هذا اللي هو موجود وين؟ بالابس. اذا هذا الابس بها ثلاث شغلات. البرامج الموجوده هذه اقدر احذفهم. عندي ديفولت ابس البرنامج اللي البرامج اللي تكون ديفولت بالتشغيل. وعندي شنو الستارت اب هذا البرامج اللي راح تشتغل اثناء تشغيل الحاسوب. اذا هذا اهم ما موجود عند محاضره اليوم. اخليه اكثر من يعني اقدم حضوركم الحاضر حسن حوراء رسل الرياض ساره حسن ساره كاظم سجاد شاهد عازم شاهد محمد ضحى طارق عبد الخالق عقيل علي جاسم غسق قصي محمد علي مها نور الهدى عباس وياسر وليد. اذا لحد هنا شباب هذا هو خلص. اذا ما عندكم اي سؤال ما عندكم اي استفسار فشكرا جزيلا. ما صعب اسمي. شكرا لك استاذ. شو اسمك العفو لحظه ياسر موجود صح. لا لا صح اسمك ياسر صح اسمك ياسر. نعم ياسر وليد. ياسر مو ياسر محمد سجاد احمد يجيك موسى سجاد صار سجاد جاسم ما صعب اسمي سجاد سجاد اي نعم سجاد جاسم حسن نعم موجود. نعم دكتور. اوكي.